عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ بصوا النهارده هنلعب لعبه، هي كده المفروض ان هي اللعبه دي كانت نازله وقت الهالوين. اللعبه دي اسمها هالوين، تمام؟ ودي مبنيه على فيلم، الفيلم ده كان اسمه هالوين 78، تمام؟ لو انتوا عارفين الراجل اللي هو بيبقى معاه سكينه دوت، يعني حد من اللي هم الناس اللي هي الفانز بتوع الفيلم نفسه عمل اللعبه دي، والمفروض ان احنا بيبي سيتر اللي بيحصل كده. ايوه الراجل الجميل ده، فهي مش هورر اللي هو الفيزيكال اللي هو اشباح وكده، لا يعني اللي هو جو ان فيه قاتل وحد ورانا وبتاع والجو دوت يعني. والمفروض ان احنا بيبي سيتر لحد، بيبي سيتر مع حد، مع هذا الشخص اللعين او هذا الشخص، خلاص ما اعرفش انا. وبعدين في بيجي لنا مكالمه تليفونيه. اوه مزيكا حلوه. الو، اوكي في حد بيتنفس في التليفون. ايوه عايز ايه؟ خلاص خلاص، في حد بيتنفس، في دخان. ما علينا، فده الفيلم تقريبا يا اخوانا. سند تومي تو سليب. يلا يا يلا تومي، يلا 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 على السلامة. لسه يا هنري فوق، مش حد هيتفرج على افلام ايه دلوقتي؟ نوم نوم. كلوز اوبن ويندو. ايه ده؟ ولا 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 كلوز اوبن برضو؟ هو في ويندو اتفتحت؟ اها ولا اوكي، ده في كذا ويندو مفتوح. لا 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 لا، ايه ده؟ انا معايا سلاح، هل ينفع استخدمه دلوقتي ولا ايه؟ نوب. دورز لوكت. اوكي بيقول لي كلوز اوبن ويندو، فوق مثلا ولا حاجه؟ اوكي في فوق تقريبا تقريبا. اه في، اها تومي، ده تومي. ايه 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 يا اسطى؟ ما علينا، الجو حلو، جو كريبي يعني، عارف انت؟ فهي لا مش الاشباح اللي هي، عارف انت اللي هي الفيزيكال هيرور ولا اسمها ايه اللي عارف انت اللي هي الرعب النفسي وبتاع، لا مش زي فازموفوبيا وبتاع، مفيش الجو ده. ماشي نعلي بقى نوط. فاجمعنا لو انتوا عاجباكوا السلسله، فاجمعنا لو انتوا عاجباكوا، عشان انا احتمال اتقتل دلوقتي. فلو انتوا عاجباكوا السلسله بتاعت العاب الرعب يعني ريت لايك اند سبسكرايب، احنا بنلعب العاب مريبه كل يوم، من ضمنها العاب مريبه زي كده. تعرف انا ولا ايه؟ اوكي انا ما اتفرجش على الفيلم، بس انا عامه عارف اللي هو اسمه ايه، مايكل مايرز. عارفين الراجل اللي هو مايكل مايرز اللي هو ماشي بالسكينه على طول، الراجل اللي هو بنولع فيه ونحرقه ونعمل فيه كل حاجه، والراجل بردك عادي مفيش اي مشكله. ايوه اللي هو ايه، ايوه عايز ايه؟ هوب ولا هو ده مايكل مايرز يا اخوان، عارف انت اللي هو لا 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 ريستور ذا باور فروم ذا بيزمنت. قرب اف اف، فين فلاش لايت؟ اهو ادي فلاش لايت. ها ولا الو الو، ايه يا ريس ايه؟ لا 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 لا، ايه يا دي يخرب بيتك ولا؟ ايه يا تومي؟ عايز ايه؟ سند تومي تو هايدو. يلا يا تومي يلا، عشان يلا عشان اخبيك اهم. يلا يلا يا تومي تومي تومي، ريستور ذا باور فروم ذا بيزمنت. حاضر طيب تومي اتنيل بقى، اقعد هنا بقى. مفيش اي حاجه، انا المفروض يبقى معايا بيستول، مفيش معايا بيستول تقريبا، عايز اجيب بيستول تقريبا. اوكي فين البيزمنت؟ بنطلع بره ولا ايه؟ ويت كده ويت. الو دي الثلاجه، مفتاح، هات المفتاح. اه يعني انا المفروض ان انا اجمع المفاتيح دي، يعني انا المفاتيح دي المفروض ان هي تبقى معايا، بس انا المفروض ان انا الاقيها. ده ايه؟ اوكي يو بيك اب بوليتس. اوكي معايا بوليتس، يبقى انا المفروض ان انا اجمع الحاجات اللطيفه دي. تومي يا تومي اتنيل بقى، اقعد هنا بقى ولا اعمل اي حاجه بقى. تومي ما عندكش بيستول يا تومي؟ يعني تومي قاعد جوه تقريبا في الدولاب تقريبا، والله اعلم. او ده المكان بتاع البتاع ده نستخبى فيه. اوكي انا ممكن استخبى هنا في الدولاب. ريب ماشي، وات ناو؟ فين البيزمنت؟ هل البيزمنت مفتاح تاني اهو؟ انظر مفتاح. ماشي لقينا، لا
لقينا مفتاح تاني يا اخوانا. ماشي طب فور ويت. نايس. هات مفتاح تاني. ماشي. بوليت. ايه تاني؟ اوكي. دي اماكن ممكن استخبى فيها. ماشي انا المفروض ان انا كنت ادوس واحد او اربعه اقعد ابدل لحد ما انا الاقي المفتاح الصحيح اللي يفتح الدولاب. هل ده بيفتح؟ ما يفتحش. طب فين البيزمنت؟ انا عايز البيزمنت. طيب هل البيزمنت بيفتحوا له من هنا البتاعه دي؟ ولا 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 ولا. ماشي ماشي. يمكن ده. انا طلعت بره. ممكن يكون ده البيزمنت. افتح. ثلاثة واحد. اوكي فتحنا برقم اتنين. بوه خرب بيتك. انا طفيت النور. طفيت النور ودوست كنترول. اعمل ايه؟ لا اله الا الله. ده عبيط جدا على فكره. يعني هو شايفني اصلا وانا في البيزمنت وما حاولش ان هو يدخل ورايا اصلا يفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. بياكل. بياكل صح؟ بياكل. ايه 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 يا اسطى؟ في ايه؟ مشي صح؟ طب انا عايز البيستول تقريبا. انا محتاج ان انا اجيب البيستول يا اخوانا. مشي كده. هل في هنا اي حاجه؟ مفتاح تاني اهو. اوكي. هل في بيستول؟ المفروض ان انا يبقى معايا بيستول دلوقتي. عمو بوتاجاز. اوكي خلينا نخش البيت بسرعه. كل مايكل مايرز بارب. انا في البيت. اقتله ازاي طيب؟ انا عايز ويت. افتح يلا. يا لهوي انا عايز اخش الاوضه الثانيه عشان اجيب البيستول تقريبا، عشان الاوضه الثانيه تقريبا هيبقى فيها البيستول. ايه يا زميكي؟ ايه يا برو؟ اوعى لا اوعى لا اوعى. كه 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 كه. استخبى فين؟ استخبى فين؟ استخبى فين؟ الو. عارف اصلا مايكل مايرز اللي هو ايه؟ يا برو اللي هو بيبقى جاي الناس عماله بتجري كده وهو ماشي عادي مفيش اي مشكله. عارف انت وهو بص جاي يعني. قلب له نور طيب عشان هو جاي بسرعه. دوس كنترول. انا دوس كنترول عشان امسك الباب. ابو عمو انت فين؟ ويت 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 ويت. هو فين؟ باي. ايه ده بيضرب؟ الو اوعى انا. الو افتح يا امسك كنترول. امسك دون كنترول وامسك الدولاب. ايه يا عم الراجل ده؟ يا نهار ابيض. انا عايز اجيب البيستول يا عم. انا معايا اربع مفاتيح صح؟ انا عايز افتح. يا لهوي بص الدم بتاعي على الارض.
نهار ابيض ده جاي. اللعبه دي انا جبت البيستول. موت يلا. ايه ده؟ لا 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 اصبر. ايه ده؟ انا اخدت قفا. هو ايه ما بيموتش الراجل ده؟ ده بعيد البتاع من هنا يا عم. الو ايه فتح الباب ودخل اول بتاع دي. اوكي سو ماتش فن حقيقي. انا عايز اقول لكم ان اللعبه مجانيه صحيح، نسيت. اي حد يقدر يجربها. هو فين؟ الاوضه دي. البستول. ها موت يلا. ايه يا عم ايه مالك ايه يا عم ده؟ هالوين فان ميد اذا جيب جامده جدا. اللعبه جامده جدا. اللعبه بالمناسبه يا جماعه هي انا قلت لكم ان هي مجانيه، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت لو انتوا عايزين تجربوها. اللعبه حلوه قوي. اوكي جاست تو ميك شور. فين توم يا عم؟ هلو تومي وير ار يو؟ قاتل تومي ما لحقتش، كنت عايز اقتل تومي للاسف. اللعبه حلوه جدا يا جدعان، يعني انا ما اعرفش ما خدتش بالي من اللعبه دي ليه يعني. عامة كده كده هسيبها لكم تحت في الديسكربشن لو انتوا حابين انتوا تجربوها. عامة يعني يا رب عجبكم الفيديو، حابين نشوف فيديوهات ثانيه من العاب مختلفه او من العاب رعب يعني. تاكنتم لايك وسبسكرايب وشوف كل الفيديو الجاي. سلام.